بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ عندنا النهارده جوله حلوه جدا، كلها عروض وعروض هايله ان شاء الله تستفادوا منها. كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والشير. معانا اسلام بقى مره تانيه. الناس بقى اتجننت من العرض اللي فات، ها، وانبهروا جدا بيه وكانوا مبسوطين جدا، فعايزين بقى عروض تانية. الناس يعني طمعت فيكوا خلاص. احنا عملنا 4 اوض، عملنا 3 اوض بالمطبخ ب 27000 جنيه في الفيديو اللي فات. ب 27000 جنيه، والناس كانت مبسوطة جدا. يعني انت ساعدت ناس كتير ان هي تتمم جوازتهم، ماشي. فاحنا بقى عايزين نساعدهم اكتر ونعمل عروض احلى. ورينا بقى عروضك، ورينا الاول اسعارك. الاول يا اسلام، بس احنا هنا في محل 26000 الدور الارضي. خالد انتري. تعالى عند المبنى ورن علينا رقم التليفون 012 2 1 3 4 4 3 9 4. احنا هنثبت الرقم على الفيديو عشان اللي يجي يا جماعه خلوا بالكم من السمسره. تمام. الا السمسره، اي سمسار يقول لك تعالى اوديك الكلام ده، قول له انا جاي لواحد معين وانا هرن عليه. بالظبط كده. وانا جاهز. واسلام اهو شكله معروف اهو، وطالع معانا في الفيديو عشان هو اللي هيجي ياخدكم من بره لو مش عارفين توصلوا باذن الله. قول لنا بقى يا اسلام عندك ايه؟ في اوضه نوم زي دي. اوضه اطفال زي دي، وركنه زي دي. طب استنى بقى، دي اوضه اطفال. ودي اوضه نوم. ودي اوضه نوم. تمام. اللي هي الصحراء. والسرير. ده نظام صحارى. الله. ده نظام صحارى. وتتلم تبقى حرف ايه؟ دي صحارى. حلوه الركنه دي. كمان دي فوق. شغلها حلو وجميل. حاجه ماكينه، حاجه تمام. الثلاث حتت دول بيعملوا كام بقى؟ كام؟ بيعملوا 24000 جنيه. الله عليك. دخلت لنا الركنه لان ما كانتش موجوده في العرض اللي فات. 24000 جنيه، 3 اوض. اوضه اطفال وركنه. 3 اوض ب 24000 جنيه. 24000 جنيه. يعني مفيش احسن من كده. 24000 جنيه، والتوصيل مجانا لحد العيد. كل الحاجات دي لحد العيد. ودي بمولالها، ودي بتطليعها، وكل تطليعه كله. والتركيب كمان وكل حاجه. كل حاجه علينا. تمام. وبرده مش عايز الاوضه دي، احنا انا مش بكبرك بدي. تمام. يعني انا مش بكسبك بدي، في منها اشكال. برده الاطفال مش عايز دي، في منها اشكال. في اشكال. تمام. ايه؟ يعني في اشياء، يعني الحاجات اللي احنا هنشوفها النهارده دي داخل العرض؟ داخل العرض. كل اللي هنشوفه النهارده؟ لا مش كله، يعني مش كله. في اسعار اعلى وفي اقل. يبقى انت هتقول لي اللي داخل العرض مين؟ تمام. خلاص؟ تمام. قول لنا بقى. دانيش. دانيش 2 متر. ده شكله حلو قوي. ده 2 متر. الناس اللي عندها مساحه كبيره عايزين يشتروا. حلو قوي النيش ده يا اسلام. 6000 ونص. 6000 ونص. تمام. في نيش زي كده. ده بيعمل 4000 جنيه. 4000. مش تمام. كل ده شغل بليد. ودي اوضه نوم اطفال. دي اوضه نوم اطفال. دي داخل العرض. داخل العرض. طب ما فيش نيش داخل العرض؟ في النيش اللي جنبها دي. ده بالنيش. بلاش النيش 4000 جنيه، هيبقى العرض كله عامل 27000 جنيه. اوضه دي وركنه. يعني لو ما عندكش مساحه للسفره هتاخد العرض ده. النيش بأوضة النوم الرئيسية، بأوضة النوم الأطفال، بالركنة، 27000 جنيه. فرش شقتك كلها. فرشت شقة كاملة. تمام. بركنة صحارة وسرير. والأوضة دي كمان داخل العرض. داخل العرض. في أوض كتير، يعني كذا أوضة. المخازن مليانة الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يزيدكم يعني يا رب. فيديو هوريك بدل ما احل 10. تمام. بنقلل الوقت عشان ايه؟ الفيديو. تمام. عشان برضه لو كبرنا الفيديو الناس مش هتلحق تشوف حاجة. بالظبط كده. نعمل ايه؟ حاجة واحدة مثلا. ونيجي نوريه. ان شاء الله. يعني ان شاء الله. يعني في عندكم كذا شكل وكذا موديل. كذا يتفرجوا يعني عليه. يتفرجوا. تمام. تمام. يبقى المكان 5 و6 الحمد ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب. هنا الاوضه دي كمان. الاوضه دي بتعمل 14000 جنيه. 14000. بتنام كمود بتسريحه بالشوفونيره. كرسي شماعه، طقم ازاز. السرير قد ايه؟ سرير 160. 160. تمام. في عندنا كمان دي. الاوضه البلاطات. دي بكام يا اسلام؟ بتعمل 16. 16 معاها التسريحه والسرير والاثنين كومودينو. ماشي. ده فرداني زي كده. تمام. دولاب ال 120 بيعمل 3 ونص، ال 160 بيعمل
3800، المترين بيعمل 5000 جنيه، في خامه اقل ال 120 بيعمل 3 120 3 في خامه يعني اللي هو ال 120 ب 3، ال 160 3.5، المترين 4200. في الخامه العاليه وفي الخامه الواطيه. تمام. الالوان بقى يا اسلام؟ جميع الالوان موجوده، فاتح بيعمل كله. بس مفيش نكهات، يعني كله قشره وبنيات. كله بنيات في الدواليب. كله بنيات في الدوالي. لكن السرايب بقى في منها البنيات وفي اللكهات وفي اللي هو العسلي على لونه. ده بالنسبه للفرداني. الفرداني. الفرداني. في كومودينات وفي تساريح برضه. فرداني برضه. فرداني. تمام. يعني مثلا واحد عايز يجمع مثلا دولاب وسرير بس موجود. واحد عايز دولاب واثنين سرير وكومودينو موجود. يجمعهم. يجمعهم. بيبقى سعرهم اقل مثلا. يجمعها موجود. يبقى اقل سعرها؟ ممكن تلاقيها في نفس السعر. يعني في اقل وفي نفس السعر. تمام. المفروض 50 منه. تمام. يعني في السرير 50 وفي الدولاب 50 وفي الكومودينات 50. يعني كل حاجه فيه منها 50. طب الدولاب اللي هو الخامه الاعلى بيبقى بكام؟ الخامه الاعلى ال 120 ب 3.5، ال 160 اللهم صل على النبي، ال 160 بيعمل 4، المترين بيعمل 5. تمام. واللي بقى الاوضه دي؟ الاوضه دي بتعمل 10000 جنيه، دولاب وسرير واثنين كومودينو وتسريحه وشوفانير. دي 10000 جنيه. الشوفانيره بتاعتها اللي هي العسكري. حط فيها شاشه كده. معاه طقم الازاز دي كلها كده العسكري. العفش والاثنين كومودينو والتسريح. تمام. دي 10000 جنيه. في معانا دي كمان، دي بتعمل 15. 15 إيه اللي ب10 دي داخل العرض؟ اللي ب10 دي داخل العرض، وفي برضو حاجه تاني. تمام. ودي ب15. دي ب15. دي معاها بنكت ولا بس تسريح؟ معاها شوفونير. في اللي بيبقى معاه بنكت وفي اللي بيبقى معاه شوفونير. يعني بيبقى جاي بنكت هو بنكت، اللي جاي شوفونير هو شوفونير. تمام. دي نظام بتنزل بشوفونير. تسريح فلان. تسريح هو الاثنين كمان. في كمان الصالون ده يا اسلام؟ ده صالون. عباره عن كنبتين وكرسيين وخامه. والترابيزه بتاعتها. كنبتين وكرسيين. وخامه بالترابيزه. والرخام ب11. ده ب11. انتوا عندكم كل الصالونات اسعارها؟ اسعارها قريبه. يعني في عندي صالون بيعمل 18 مش كله. والشحن مجانا يا اسلام؟ طلع الدور الخامس السادس السابع موجود. تمام. خليكم فاكرين الشحن مجانا والعروض عندهم لسه مستمره. عملنا عرض قبل كده والعروض دي لحد العيد الكبير بس، يعني هو بيساعد الشباب اللي لسه بتتجوز ان هم دول موسم، يعني احنا بنقرب بسبب دول موسم. عندنا مثلا كام حته شغل سعرهم على القديم. تمام. يعني يومين موسم بيمشيهم. تمام. تمام. في برضه مطابخ بره. ده برضه انتري؟ ده انتري اهو. زي اللي هناك بيعمل 8.5. نفس الانتري اللي بس الالوان مختلفة. الالوان مختلفة. دوت جنزاري في كافيه. في كافيه. جنزاري في كافيه. تمام. صغير من هنا. طيب. عندنا بقى المطابخ كمان. المطابخ 160. مطبخ المتر بيعمل 2500، كل ما بتزود 20 سم بتزود 300 جنيه. المتر 2500؟ المتر 2500. يعني مثلا 120 ب 2800. ال 160 برضه بتزود 300 جنيه، كل 20 سم 300 جنيه. كل 20 سم 300 جنيه وبيبدا يعني من 2500. بتبدا من 20 سم 300. تمام. لحد ما توصل للمتر. عايز برضه تقفل تقفيله موجود. يعني عايز تفصل تقفيله موجود. يعني التفصيل كمان متاح، يعني انتوا تفصلوا لنا. حتى والخشب. لو انا عايزه مطبخ خشب. تفصلوا. تمام. كل حاجه متاحه. طبعا متر الخشب على حسب الخشب اللي هتستخدمه. في الكونتر اللي هو داخله زان. المتر بتاعه بيعمل 3000 جنيه. الكونتر اللي داخله زان. المتر 3000. 3000 جنيه. برضه بتزود 20 سم 500 جنيه. تمام. في ده كمان المتر؟ ده اللي هو المتر. بس مش الخامه دي بقى، الخامه اللي هناك. هنا كان في صوت دوشه، فطبعا فصلت الصوت عشان مش هتسمعه كويس. بصوا بقى هنكمل بقيه المطابخ اللي عندنا. ده كان المطبخ المتر. بصوا دي بقى كانت خامه قليله شويه في السعر كمان، والخامه بتاعتها اقل من الخامات اللي فاتت، فعشان كده مركون كده ورا. ده كمان المتر 40. ده هتشوفوا دلوقتي سعره قد ايه.
وزي ما قال لكم كده احنا بنزود على كل 20 سنتي 300 جنيه، متر واربعين ب 3100 جنيه ومية. ودي بقى المراتب بتاعتكم. دي المراتب. المرتبة اللي هي السوسة. دي اللي ب 2000. دي اللي هي 150 بتاعتها ب 2000، 120 ب 2500. ماشي. شفتوا كده كل العروض اللي كانت موجودة، وشفتوا عرض ال 24000 جنيه، وطبعا ده حاجة كانت حلوة جدا. بصوا هنا كان بيقول لي المطبخ ده هو يعني خامته كانت زي ما تقولوا كده شعبية، يعني عشان اللي عاوز حاجة كويسة موجود، واللي عايز حاجة شعبي أقل في المستوى برضو موجود. شفتوا كمان المراتب، شفتوا كل الحاجات اللي موجودة عندنا عند خالد أنتريه. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو، لو أول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. أشوفكم في جولة جديدة، باي باي. شفتوا معانا المطابخ، شفتوا العروض اللي عاملينها في عند خالد أنتريه في سوق التونسي الحضاري، مبنى ألف، ابعدوا عن السمسرة، معاكم رقم التليفون تتصلوا، إسلام هيرد عليكم ويجي ياخدكم من بره. احنا هنصور كارت في 3 أرقام. تمام تمام، وأنا هثبت الأرقام على الفيديو عشان تقدروا تتواصلوا معاهم وتبعدوا خالص عن السمسرة. شكرا يا إسلام، متشكرين جدا، باي باي.